ما زالت مشاهدين الكرام هذه التغطية مستمرة مع حضرتكم على شاشة التلفزيون المصري لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 في هذه النسخة وعلى أرض السلام في شرم الشيخ، المدينة الذي تحتضن هذه النسخة من مؤتمر المناخ والمنعقد برعاية أممية كاملة. مشاهدينا الكرام، في هذا اليوم يوم التنوع البيولوجي، والذي تم تخصيص هذا اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة لمناقشة كافة التأثيرات وكافة التحديات الراهنة التي تواجه هذا الكوكب والمضي قدما في الحفاظ على هذا الكوكب والحفاظ أيضا على مقدراته ومكتسباته من الاندثار ومن هذه التغيرات المناخية والتي ألقت بظلالها على كافة الأمم والأوطان والدول والشعوب في كل مكان على كوكب الأرض. مشاهدينا الكرام، كان هناك الحديث الأكبر والأبرز لهذا اليوم من الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، والذي أكد على أنه هناك مسؤولية مشتركة من كافة القادة والرؤساء والملوك والأمراء على مستوى العالم من أجل مكافحة هذه الظاهرة. الرئيس البرازيلي في هذه الكلمة وفي كلمته أمام نخبة من القادة ومن الصحفيين والإعلاميين على مستوى العالم أكد على أنه يشارك في هذه القمة التي تجرى على أرض مصر، وقال في هذه القمة أنه يجب العمل معا لبناء نظام عالمي جديد يعكس التطلعات البشرية جمعاء. كما أكد الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا وقال إن هناك أكثر من 200 ألف حالة وفاة سنويا كنتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وقال أيضا إن كل دول العالم مهددة من التغيرات المناخية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكافة الدول المشاركة في هذه العملية، عملية التغيرات المناخية. وقال إن هناك 50% من العالم لا يسهم بنحو أو إلا بنحو 1% من الاحترار الحراري. وقال إن الحكومة البرازيلية تضع على رأس أولوياتها ملف التغيرات المناخية. بالطبع مشاهدينا الكرام، غابات الأمازون لها دور كبير في وقف التغيرات المناخية، لأنها تساعد بصورة أو بأخرى على زيادة الأكسجين في طبقة الأرض. وقال إننا سنوقف قطع غابات الأمازون في هذا الوقت بالتحديد. وقال هناك إعادة لتفعيل صندوق الأمازون مع ألمانيا، وقال إننا نضع نصب أعيننا تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر بالتوازي مع مشروعات التكيف المناخي، وعلى العالم جميعا أن يتكاتف من أجل مجابهة هذه التحديات ومن أجل أيضا مجابهة كل ما يمكن أن يطرأ على العالم من تغيرات مناخية. على كل الأحوال مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم المناخ بالأمم المتحدة. دكتور علاء، بعد التحية، تصريحات مهمة أدلى بها الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا على هامش انعقاد قمة المؤتمر كوب 27 في مدينة السلام في شرم الشيخ، تؤكد جميعها على أن هناك وجوبية لتكاتف المجتمع الدولي من أجل مجابهة التغيرات المناخية. ما الذي توصل إليه العالم من أجل يعني إجبار القادة والرؤساء والدول للمساهمة في الحد من الانبعاثات المضرة بالمناخ؟ والله ده كلام جميل أنا سمعته النهاردة، يعني مع أن البرازيل كانت متهمة في السنوات السابقة بقطع الأشجار والتسبب في الاحترار أو يعني زيادة الغازات الدفيئة نتيجة عدم امتصاص ثلث الكربون بواسطة الأشجار اللي كانت قطعت فيها. فده شيء تحول جيد جدا، وأعتقد أن التحول ده جه لأن ألمانيا، حتى ويمكن أشار إليه في كلامه، ألمانيا كانت بتدعم الغابات بمليار دولار، وبعدين أوليف تشارلز السنة دي اللي هو مستشار ألمانيا قال إن إحنا هنزودها لـ2 مليار، وأتمنى ما يكونش على الأمازون فقط، ان هو برضو يطول غابات افريقيا الكونغو، في الكونغو لان الكونغو تاني غابات على مستوى العالم يعني. فالبرازيل اعتقد امتثلت لانها خدت يعني مليار دولار من المانيا وقالوا هرفعها لـ2 مليار، واتمنى ان يكون لحكومه الكونغو برضو نصيب لعدم قطع اشجار برضو اللي هي في الغابات الكونغو اللي هي تاني حاجه، لان طبعا قطع الاشجار احنا بنقول الغابات هي رئه العالم،
زي ما احنا بنقول ان بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين. حتى النهارده برضو جون كيري اشار الى الموضوع ده النهارده، يعني اشار ان بايدن وافق على تخصيص 1.5 مليار برضو دولار للغابات، واتكلم قال عايزين حلول الطبيعه، يعني حلول بتاعت تكون من الطبيعه. حتى بايدن وهو هنا في مصر قال ليس الاعتماد على الصناعه فقط او التقدم التكنولوجي مش هو الاساس، لكن الاعتماد على حلول الطبيعه. فالنهارده حلول الطبيعه فعلا بتخفض حوالي 50% من الانبعاثات، لان للاسف احنا لما سيبنا الموضوع دوت المحيطات هي اللي بتمتص، يعني المحيطات امتصت كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون، وده اثر على حتى التنوع الحيوي، اثر على البيئه البحريه بشكل كبير. طيب عفوا دكتور علاء، لو نتحدث دكتور علاء عن فكره تحقيق الصله ما بين التغيرات المناخيه والتنوع البيولوجي، كيف يمكن تحقيق الصله والتوازن ما بين يعني هؤلاء هاتين رافضين هامين للتغيرات المناخيه زي ما سيادتك ذكرت، كيف يمكن تحقيق التوازن ما بينهم؟ بالضبط، طبعا عارفين ان هم الاثنين مرادف، يعني اول ما نقول كلمه التوازن البيولوجي نتكلم على التغيرات المناخيه على طول، لان التغيرات المناخيه اخلت بشكل شنيع التوازن البيولوجي. النهارده ارتفاع درجه الحراره اثر على الكائن، على بعض حتى الحيوانات في نفق منها على كبير، وبرده البيئه العامه حتى النبات، ما هو النبات برده توازن بيولوجي. نعم. كل الكلام ده اثر بشكل كبير. اذا التغيرات المناخيه اثرت بشكل كبير مش على الانسان فقط، اثرت على عناصر الايكولوجي كله، البيئه كلها اللي هو الانسان والحيوان والنبات. نعم. فطبعا في صله كبيره جدا، وعشان كده النهارده بيقول نلجا للطبيعه، حلول للطبيعه، يعني بايدن بيتكلم بيقول هنخصص 25 مليار للحلول مع الطبيعه، ان احنا نرجع الطبيعه زي ما كانت من خلال غابات مظبوطه، المستنقعات اللي هي بتبقى قريبه من البحار، حصل طبعا ليها ازاله كبيره كان بيطلع عليها اشجار من مانجروف، وكان بيطلع اشكال ثانيه بنسميها هالوفايت او النباتات المحبه للملوحه، الكلام ده ازالتها اثر، فبقول احنا عايزين نرجع الطبيعه الى اصلها، ومع ذلك وعلى ذلك خصص 25 مليار دولار، ومع الغابات 1.5 مليار دولار. طيب دكتور علاء اتفضل. عفوا اتفضل دكتور علاء، لو حابب اسال حضرتك بعيدا حتى عن تصريحات الرئيس البرازيل وقال ان 50% من العالم لا يسهم الا ب 1% من التغيرات المناخيه، في الايام القليله الماضيه تحدث الكثير من علماء المناخ، وتحدث ايضا الحقوقيين المتخصصين في علوم المناخ بان ليست هناك عداله دوليه في ما بين الدول التي ساهمت في بناء اقتصاداتها على مدار السنوات الماضيه وبين الدول الاخرى الناميه التي تحاول جاهده ان تبني اقتصاداتها، كيف يمكن تحقيق التوازن والعداله الامميه والمساهمه في الحد من الانبعاثات الكربونيه؟ إذا رجعنا إلى كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أدخل بند الأضرار والخسائر. نعم. وإذا عملنا له صندوق، يبقى في صندوق اسمه صندوق الأضرار والخسائر. النهارده مين اللي حقق، مين اللي نال الخسائر والأضرار؟ هي الدول اللي هي لم تتسبب على الإطلاق في الانبعاثات الحرارية، يعني هنقول أفريقيا كلها حوالي 4%. 3% 4%. 6.1%. نعم. وبالتالي نعمل الصندوق دوت، والعداله المناخيه لا تطبق الا اذا اخذنا، اذا الدول المتقدمه دفعت ما عليها، احنا كنا بنقول 100 مليار دولار للاسف الشديد احنا محتاجين، او الدول الناميه محتاجه 1.3 تريليون دولار. فاكثر 13 مره من اللي هو لسه ما عملوهوش. العداله المناخيه لن تطبق الا اذا يعني مدينا الدول الناميه ب اموال وبعمل صناديق لكل شيء حتى موجود عندها، بحيث نضمن يعني ان هي تقدر تقوم بعمليه التكيف والتخفيف من الاثار المناخيه. طيب في تصريحات برضو الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا قال ان من يسكنون في الدول المطله على الانهار ومنها الدوله المصريه سيكون هناك تاثير قوي من جراء التغيرات المناخيه. مصر اتخذت في السنوات القليلة الماضية دكتور علاء العديد من الإجراءات اللي من شأنها أن هي تجابه يعني هذه الظاهرة وهذا التحدي الكبير، ما الذي اتخذته مصر حتى الآن في هذا الإطار؟ ده حقيقي، يعني الكلام ده حضرتك أنا كنت عامل شغل مع الألمان في 2009 قبل ما حد يتكلم على المواضيع دي خالص، وفعلا كنا قلنا دلتا النيل معرضة
للغرق اذا ما ارتفعت درجه الحراره. وربطنا الكلام ده بالسي ليفل رايز او ارتفاع منسوب سطح البحر، وقلنا لو وصل متر هنخسر حوالي 6000 كيلو متر، لو متر ونص هنخسر 8000 وشويه، لو 2 متر نص الدلتا. ولكن الدوله المصريه بالامانه قامت بجهود جباره في هذا الموضوع، وبالتالي حمت الشواطئ. احنا قلنا في هذه الدراسه وحسبناها كان حوالي 5 كيلو متر من راس رشيد كان فعلا غطوا بالمياه، ولكن الحكومه عملت من ابتداء من 2015 منذ قدوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الان ما فيش اي يعني زياده او ما فيش اي فقد للشواطئ. ولكن احنا بنتكلم عليه بنقول قدام النهارده الاي بي سي سي اللي هي المنظمه الدوليه الحكوميه لتغير المناخ بتقول ان احنا لو استمرنا على هذا الشكل يعني في 2050 هنصل المنسوب سطح البحر هيطلع 3-4. في الحاله دي مش هنبقى قادرين على صد هذه او التعامل مع هذا الارتفاع الا ببناء حوائط بحريه زي ما اليابان عملت. اليابان طبعا الامكانيات الماديه كبيره جدا، قدرت تعمل حوائط بحريه بارتفاع 14 متر. اذا النهارده برضو في خطر طبعا، ولازم عشان كان طالب بالدعم وبقوه. انا بقول يا جماعه لازم نطالب بقوه في الدعم لان احنا متاثرين، ومش هننتظر بقى الاقدار لما يرتفع 3 متر او 4 متر، لا لازم نكون محتاطين من دلوقتي ولازم ناخد دعم، خاصه ان مصر بتبذل جهود كبيره جدا في التكيف والتخفيف. النهارده استخدام الهيدروجين، مصر النهارده دوله رائده في المنطقه الهيدروجين الاخضر، وعملنا مصنع الحمد لله، وفي في 9 مشاريع لسه هيتعملوا. يعني خلال 4-5 سنوات مصر هتصل ان شاء الله الى كميه الى 8% من الانتاج العالمي، وهتصدر لاوروبا وتعمل ربط كهربائي مع اوروبا عن طريق الهيدروجين الاخضر كطاقه يعني في مدى. طيب دكتور علاء، كان هناك تصريح للسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال في هذا التصريح إن المسؤولية مشتركة على كل دول العالم دون استثناء. كيف قرأت هذا التصريح؟ لا والله هي الخطر مشترك، لكن المسؤولية مش مشتركة. تمام. يعني الخطر على العالم كله واحد. بمعنى لو كل الدول خدت اجراءات وعملت شغل كويس وقللت من ثاني اكسيد الكربون والغازات الدافئه زي الميثان واكسيد النتروز يعني الغازات دي لو فعلا قدروا يتحكموا فيها، و10 دول بس ما عملوش، يبقى ما عملناش حاجه. هي مسؤوليه مشتركه في الحفاظ على الكوكب، ولكن ليست مسؤوليه الناس كلها. لا، هم مسؤولين عن هذا الانبعاث، وهم عليهم ان يدفعوا للدول الفقيره والناميه والشد احتياجا ما يساعدها على التكيف والتخفيف منه. نعم. طيب دكتور علاء، لو رحنا لمحور اخر، النهارده كان في اتفاقيتين تم يعني التوصل ليهم لتطوير الهيدروجين الاخضر والطاقه المتجدده دعما للمنصه الوطنيه للمشروعات الخضراء. حضرتك يعني بتتابع الهيدروجين الاخضر منخفض الكربون واعتماده كمصدر امن للطاقه، ازاي طبعا مصر قدرت توصل لده وان هي تطبقه في السنوات القليله القادمه؟ الماضية يا كمان ده هي بدت في المشروع يعني الحمد لله. يعني لا، مصر طبعا بتتعامل، يعني انا عايز اقول والله العظيم الموضوع ده فعلا حق ولازم نقوله، ان السيد الرئيس مهتم بالعلوم بشكل كبير جدا، ما فيش رئيس مصري اهتم بالعلوم قد. فالنهارده لما يجي العالم بيتكلم على احدث تقنيه النهارده الهيدروجين الاخضر، ونيجي احنا نتبناه ونتعامل معاه ونعمل مشاريع، ويعني بصراحه لا، مصر عملت قفزه كبيره في هذا المجال. طبعا الهيدروجين هو مش الاخضر، ده عندنا 6 انواع من الهيدروجين على فكره، عندنا الاسود اللي هو بيطلع من تحت. وانا هنا بقول للعالم ايه؟ بقول لهم انتوا مش هترموا الوقود الاحفوري، هتطلعوا منه بس ايه؟ طاقه نظيفه زي الهيدروجين الاخضر، يعني الفحم بيطلع منه الهيدروجين الاسود، هو طبعا ملوث شويه ولكن افضل كتير من الفحم. وعندي هيدروجين الاخضر، عندي الازرق، وعندي الاصفر اللي بيطلع من الطاقه النوويه، عندنا 6 انواع من الهيدروجين. مصر النهارده الحمد لله يعني مصر هتطلع الازرق والاخضر. الازرق بقى اقل تلوثا، يعني شلنا منه ثاني اكسيد الكربون، عمل فيه تقنيه اسمها سي سي اس اللي هي احتجاز ثاني اكسيد الكربون، بنستخدمها ونطلع منه الهيدروجين بقى الاخضر بقى اللي ما فيهوش اطلاقا ثاني اكسيد الكربون، وده اللي العالم عايزه كله. فمصر النهارده ما شاء الله في هذا الموضوع تضاهي امريكا وتضاهي الدول الاوروبيه المتقدمه، بل بالعكس الدول الاوروبيه لا تلجا الى عمل الهيدروجين لانها بتستورد طاقتها. الدول الاوروبيه مش عايزه يعني بيهتموا بموضوع المصانع ده، ما يعملوش عندهم، يعملوا في الدول الناميه. فان شاء الله كل ده هيبقى من مصر، هيبقى استيراد من مصر، خاصه ان اوروبا هتستورد 62% من احتياجاتها
من الطاقه. فالحاجات دي هتاخدها من مصر ان شاء الله، لان مصر حاليا مكتفيه بالكهرباء عندنا ما شاء الله فيها كفايه، وبنصبر وعاملين ربط مشترك بيننا وبين الاردن وبين السودان والسعوديه وبرضه قبرص واليونان، وهنزود لاوروبا ان شاء الله، خاصه ان كان في يعني لمحه جباره ان السيد الرئيس اختار منطقه قناه السويس لانها قريبه جدا من اوروبا. وفي نفس الوقت في موضوع مهم جدا اللي هو الشحن البحري. الشحن البحري بيلوث المحيط بكميات كبيره جدا والهواء، لدرجه ان في بحث اتعمل في اوروبا قال 50 سفينه شحن بشري من العملاقه دي توازي يعني ثاني اكسيد الكربون بتاعها او المعتاد بتاعها توازي جميع سيارات اوروبا 420 مليون سياره. فبرضه النهارده الشحن البحري طبعا هيلجا لمين اكتر من قناه السويس، قناه السويس هيمرر عليها رايح وجاي، فهياخد منها ان شاء الله الهيدروجين الاخضر، وباذن الله تعالى هنصل بالمنطقه اللوجستيه في قناه السويس وايراداتها هتصل الى 70 الى 100 مليار زي ما كان مخطط من قبل. طيب انا عايز اروح لمحور اخر دكتور علاء، وهو وثيق الصله بما نتحدث عنه، وهو محور متعلق بالتغذيه والتغيرات المناخية ونمط التغذية العالمي، وده كان محور نقاش لجلسة اليوم اللي يعني منتدى شباب العالم في مؤتمر مناخ في المنطقة الخضراء كان بيعقد هذه الجلسة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. الجلسة تطرقت إلى نمط التغذية دكتور علاء، الرابط والمشترك ما بين التغذية وما بين التغيرات المناخية، ما سبيل الآمن للخروج بتوصيات في هذه يعني القصة يعني نستطيع القول فيها بأنه تغير المناخ عبر قطع الأشجار والغابات بيساهم بصورة أو بأخرى في تغير النمط الغذائي للشعوب؟ طبعا التغذية تأثر برضو بشكل كبير، لأن زيادة أنماط درجة الحرارة كل محصول ليه درجة حرارة معينة عشان ينضج ويديك الإنتاج اللي هو 100% بتاعه. تمام. فالنهارده تغير في درجه الحراره سواء بالزياده او في الشتاء اذا كان في تقطيع، لان بيحصل تغيرات مناخيه كبيره يؤثر على الانتاجيه ويقلل منها حوالي 30%، وبالتالي النمط الغذائي قل على مستوى العالم، فده شيء معروف. قطع الغابات مالهاش علاقه، قطع الغابات ليه علاقه بالثاني الكربون بس ان هو رئه بتنقي، لكن الغذاء بشكل عام جميع المحاصيل تاثرت، لان كل محصول ليه درجه حراره معينه، درجه رطوبه نسبيه معينه، لو كان معتمد على المطر برضو ليه درجه معينه او بريسيبيتيشن او كميه تساقط امطار معين، الكلام ده كله حصل فيه خلل، وبالتالي تاثر التغذيه بشكل كبير جدا يصل ل 30%. طيب جانب اخر وتصريح اخر يا دكتور علاء تحدثت عنه الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه، وقالت في رئاستها لهذه الجلسه او بعض الجلسات المتعلقه بالتنوع البيولوجي، قالت ان الفرص ما زالت متاحه أمام العالم لإيجاد حلول مميزة والخروج بها في هذه النسخة من كوب 27، وده بيتماشى مع ما تحدث عنه أيضا المبعوث الأموي المبعوث الأمريكي للمناخ السيد جون كيري، وإن بلاده خصصت 25 مليار دولار. هل هذا الرقم كافي دكتور علاء؟ ده طبعا مش كافي على الاطلاق. احنا قلنا الدول الناميه محتاجه 1.3 تريليون عشان تقدر تتعافى او تتماشى او تتعايش مع التغيرات المناخيه. طبعا كل بلد النهارده يعني اعتقد 25 مليار دولار دول اعتقد هيبقى في جزء كبير منهم داخل امريكا لعمليه التكيف، وفي جزء هيبقى بره، فاعتقد لا المبالغ لسه بسيطه. احنا محتاجين تريليون 1.3 تريليون الدول العالم منين، ولكن يعني ان تدرك مش عارف ان تاخذ شيئا ما جيد، يعني انا بقول جيد، لكن لا العالم محتاج اكتر من كده. ومصر يمكن مصر محتاجه 200 مليار على فكره، يعني 200 مليار دولار؟ 200 مليار دولار. جنوب افريقيا طلبت 100 مليار دولار، فالارقام كبيره. مصر طبعا المفروض تعوض عن شيء مهم جدا، ان مصر متسقه تماما مع التكيف والتخفيف من الاثار التغيرات المناخيه دي، فبالتالي المفروض يعني تديها يعني انتنسيف، المفروض تديها حوافز، يعني الدول اللي تتعاون معاك على انقاص درجه الحراره وانقاص الغازات لازم تاخد حوافز، فدي يعني على الاقل تشجعها انها تعمل تستكمل وتزود وتعمل. فالنهارده مصر فيها ليها حاجتين، اولا هي متاثره طبعا سوق سطح البحر متاثر، نعم، والتغير البيولوجي متاثره طبعا، والتغير البيولوجي والنقص برضه في المزروعات النسبه حوالي 30%، بجانب ان هي برضه تعمل مشاريع تكيف، بجانب ان هي تكون رائده لافريقيا، لان زون
بايدن قبل ما يمشي قال 10 مليون جنيه لعمل مركز تدريب على التكيف والتخييم والاسعار المكانيه المناخيه، وبالتالي مصر هيبقى في مصر. الله، طب مصر النهارده هتقود العمليه، هتقود افريقيا زي ما بتقودها دايما من 2015 بتقودها. تمام. فلازم يبقى في انسنتيف، في محفزات، لازم في حوافز، ولازم برضو على الاقل تعوض بكميه كبيره جدا من الاموال المفروض تخصص، لان مصر ماشيه في الطريق. طيب دكتور علاء، لو حابب اتكلم عن محور اخر متعلق بالمواطن، المواطن المصري وفكره الحفاظ على تجدد الموارد، لانه الموارد اللي بتملكها الدوله المصريه هي ملك الاجيال او للجيل الحالي والاجيال القادمه. كيف يمكن لنا ان نحافظ على موارد الاجيال القادمه من التدهور ومن ندره هذه الموارد، وايضا الحفاظ عليها للاجيال القادمه؟ والله المواطن هو الوعي، يعني لازم يكون عنده وعي بيئي، الوعي البيئي هو يعني المواطن يعني الحاجه اللي يقدر يعملها في ايده، يعني يقدر يعملها اللي هو تدوير المخلفات. يعني احنا يا ريت نصل الى مرحله تدوير المخلفات. مخلفات لان عندنا في مخلفات اللي هي البنزينيه العاديه، في مخلفات صلبه. مخلفات صلبه زي الكمبيوتر، زي اجهزه التلفزيون، الشاشات التلفزيون، الكلام ده، وفي عناصر، في الليد، في الرصاص، وفي بعض الكمبيوترز موجود فيها او بعض الحاجات الدقيقه فيها ذهب، نسبه بسيطه من الذهب، وفي فضه، يعني في الكلام ده لو تدور بحيث انك تاخده كده حضرتك في كيس كده كمواطن وتسلمه للدوله المصريه، والدوله المصريه تبتدي تدوره. لان للاسف حاليا في ناس هم النباشين ياخدوا يخشوا في الزباله دي، بياخدوا او كمان ياخدوا منها الحاجات المفيده ويبيعوها زي ما حضرتك شايف في الاسواق اللي هي زي سوق الجمعه والحاجات زي كده بيبيعوها. ولكن النهارده الدوله المصريه يجب عليها تدوير المخلفات الصلبه، وهي دلوقتي بتدور المخلفات المنزليه بشكل جيد جدا. في مقالب قمامه موجود زي 15 مايو يعملوا منه سماد وبيبيعوا منه، يعني تتربح منه الدوله بشكل جيد يعني، وفي نفس الوقت تحافظ على البيئه. فاذا المواطن النهارده اللي يقدر يعمله بالظبط هو زياده الوعي عنده، الوعي لديه، والمساعده على تدوير المخلفات. طيب دكتور علاء، محور اخر انا ارجو، يعني بعتذر اذا كنت اطلت على سيادتك، لكن الموضوع هام ويعني هام للمجتمع الدولي ككل في الحديث عن فكره الحفاظ على البيئه وفكره الحفاظ ايضا على ما نعيش فيه. لو نتحدث معك يا دكتور علاء عن فكره يعني التنوع البيولوجي مره اخرى، وعن الدور المصري الاقليمي والرائد في القاره الافريقيه، واللي طبعا العالم كله بيتكلم ان مصر بتتبنى هذه القضيه ومساهمتها بشكل او باخر في تقليل نسبه الانبعاثات الكربونيه. فكره المعادله وفكره ايضا المحافظه والموازنه ما بين الامم التي ساهمت في بناء اقتصاداتها، كيف يمكن لنا ان نعيد فكره المواءمه من جديد ما بين الامم او الدول المتقدمه والدول الناميه؟ والله مصر بتلعب دور محوري في هذا الموضوع. يعني النهارده يكفي على مصر تقود افريقيا، يعني يكفي، لان افريقيا دي انا بقول يا جماعه خدوا بالكم، افريقيا دي قنبله موقوته، إن لو ما ساعدتهاش هتيجي في يوم من الايام هتزيل الغابات وهتتعامل مع البيئه بعجرفه، ومش هتهتم بالقرارات الامميه او حتى. فلازم النهارده افريقيا تعوض بشكل كويس، لانه افريقيا زي ما قلنا يعني لا تنتج من انبعاثات اكثر من 3.9 ما وصلتش 4%، وبالتالي ومضاره، ومضاره بس، يعني في دول فيها كثيره مضاره، يعني حتى دول الساحل دي كلها مضاره لمصر، والساحل الشمالي ده كله بتاع الساحل الافريقي ده وغيره وغيره. وفي دول ثانيه عندها الغذاء، ازمه الغذاء بقت كبيره نتيجه ارتفاع درجه الحراره ونفوق الحيوانات، وحضرتك بنسمع حتى في القرن الافريقي كل سنه بيحصل نفوق الحيوانات دي كميات كبيره جدا. فالموضوع اتاثر. مصر طبعا هي قائده المنطقه، ومصر هي النهارده افريقيا الحمد لله حتى يعني عندهم قناعه كبيره جدا بالقياده السياسيه، وقناعه كبيره جدا بمصر ان هي الاخ الاكبر، وبالتالي ان شاء الله بتقوم بدور كبير جدا، وبالتالي لازم نساعد مصر تكنولوجيا وماديا على اساس تقوم بهذا الدور. دكتور علاء، بشكل محدد واكثر وضوحا، هل الدول المتقدمه جاده ولديها القدره الحقيقيه في مواجهه التغيرات المناخيه؟ وده اللي اكد عليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال على المجتمع الدولي ان ينتقل مباشره من فكره الوعود الى فكره التنفيذ لمجابهه التغيرات المناخيه. نعم، هي الدول الافريقيه، الدول الاوروبيه جت السنه دي المؤتمر والاجنده متغيره مختلفه تماما عن الاول، لانها اصدرت بشكل كبير، يعني مجرد عودتها للفحم
بعد أزمة روسيا وأوكرانيا يعني خلال شهور بسيطة مات عندهم 15,000 واحد زيادة ارتفاع الحرارة و 660,000 هكتار في الغابات اتحرق، وظهرت صخور الجوع اللي هي جفاف بعض الأنهار، يعني شافت الويل للسنة دي. وبالتالي أوروبا جاية بأجندة مختلفة. المشكلة التواكل بقى، كل دولة بتلبي على التانية، هذه المشكلة موجودة حاليا. وفي مشكلة تانية هم بيتأثروا منها، أول ما تقول لهم أنتم المتسببين، أنتم، بيقول لك لا كل دولة هتحاول تنفع عن نفسها. فإحنا مش بالظبط كده، أنا بقول مش هنقول لهم أنتم متسببين، يا سيدي ساعدونا، يا سيدي اشتغلوا معانا، خلينا نشتغل ككتلة واحدة، ومش هنتهمكم ولا حاجة ولا هنلقي الاتهامات عليكم، وخلينا نشتغل. لكن هو واضح إن مع موضوع الكبرياء لبعض الدول أكبر من اللازم، وبالتالي كله بيقول أنا مش متسبب، أنا بعمل احتياطات عندي، أنا بعمل تخفيف، أنا كلام زي كده. ولكن في النهاية لازم يساعدونا، ويساعدونا بالجزء الأكبر، لأنهم على الأقل الاقتصاد بتاعهم أفضل بكتير، وبالتالي لازم يساعدوا وبشكل واضح ويعني وصريح. أضم صوتي إليك كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ علاء النهري، المتخصص والباحث في رئيس المركز الإقليمي لعلوم المناخ. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وهذا التحليل.